أصدقائنا ورفاقنا، سعادة النواب، رؤساء البلديات، المخاتير، القيادة الحزبية، أهالي الشهداء الأعزاء، تحية كبيرة لكم من القلب. مصابينا، شهدائنا الأحياء، رموزنا، تحية كتير كبيرة لكم. لو منكم ولو من شهدائنا، نحن بنا موجودين اليوم بحريتنا عم نحكي بعين الرمانة. تحية كبيرة لكم. نحن اليوم ما عم نحتفل أو عم نستذكر بداية الحرب اللبنانية، لأن الحرب اللبنانية بدأت قبل بكتير من 13 نيسان 1975. الحرب اللبنانية بدأت بالتعدي على الجيش اللبناني وعلى سيادة الدولة. الحرب اللبنانية بدأت بأول أحداث بين منظمات المسلحة الفلسطينية والجيش اللبناني ابتداء من سنة 69، مش سنة 75 بدأت الحرب اللبنانية. ب 13 نيسان 1975 مش بداية الحرب اللبنانية، إنما بداية المقاومة الكتائبية لتلكؤ الدولة اللبنانية بالقيام بواجباتها. ب 13 نيسان اضطر مجموعة كبيرة من رفاقنا ورفيقاتنا يتحملوا مسؤولية مكان الدولة، يتحملوا مسؤولية كان مفترض على الدولة اللبنانية أنه تتحملها. نحن مش شغلتنا ولا نحمل سلاح ولا ننزل نقاتل، نحن حزب سياسي همنا نعمر لبنان، مش همنا نحمل سلاح. بس وقتا تركنا وما عاد حدا نتطلع فينا وأصبحت مناطقنا سايبة، هون منستذكر الرئيس سليمان فرنجية يلي أوصى الرئيس كميل شمعون وأوصى الشيخ بيير، قال لهم أنا ما عاد قادر أعمل شيء، كل واحد منكم يتحمل مسؤولياته. عندما تقاعست الدولة بالقيام بواجباتها وفرض سيادتها على الأراضي اللبنانية وحماية اللبنانيين، اضطرت الكتائب وحلفائها يلي سميت المقاومة اللبنانية بأنه تتحمل مسؤوليتها وتآمن وتدافع عن لبنان. ولو منا ما كان في لبنان، كان لبنان اليوم اسمه فلسطين، أو كان لبنان اسمه سوريا الكبرى. بالتالي بس هيك وصاية صغيرة أو وصية صغيرة لكل يلي حاملين هالأوتوبيس وبيجذروا فيه ببيروت، تمني بس بدل ما يحملوا الأوتوبيس يصفي الأوتوبيس رمز للحرب اللبنانية، يحملوا المدافع يلي كانت عم تستعمل ضد الجيش اللبناني ويمشوها على الطريق، تكون هي يلي بدنا نتذكرها. نحن اليوم سنة 2012، سنة 2012 بدنا ناخد العبر من يلي حصل تما يرجع يتكرر يلي حصل. وللأسف من وقت نهاية الحرب لليوم اللبنانيين ما تعلموا، أو على الأقل ما أخذنا العبرة من يلي حصل. جربنا بس ما أخذنا العبرة، مثل واحد بيدرس كل السنة يوصل آخر السنة بيقدم الفحص بينجح بيكون تعب، يوصل بآخر السنة ما بياخد شهادته. لا، نحن تعبنا وتعذبنا ومتنا حين الوقت ناخد شهادتنا تنقول للناس كلها نحن تعلمنا وهذا الشيء ما رح يرجع يتكرر.
مش كأنه شيئا لم يكن ونرجع نعيد عن جديد نفس التجارب ونفس الأخطاء يلي ارتكبت بالماضي نرجع نرتكبها اليوم. مشان هيك اليوم رح نعمل هيدا الامتحان على ذاتنا ورح نحكي عن أسباب الحرب ونشوف نعمل فحص ضمير، هل هالأسباب هيدي تخلصنا منها أو بعدها هي ذاتها اليوم سنة 2012؟ على صعيد الحفاظ على السيادة هات لنا نشوف سنة 75 كان في مجموعات مسلحة على الأراضي اللبنانية، سنة 2012 بعد في مجموعات مسلحة على الأراضي اللبنانية. الفرق الوحيد أنه بوقتها كان في بس الفلسطينيين معهم سلاح، اليوم صار في الفلسطينيين وزيادة عنهم صار في لبنانيين آخرين معهم سلاح. فبدل ما نكون حلينا المشكلة مش بس ما حليناها زدناها. المخيمات الفلسطينية بعدها فيها سلاح، وإضافة للمخيمات الفلسطينية صار في مناطق بأكملها ومجموعات بأكملها بتملك السلاح وعم بتهدد اللبنانيين الآخرين. من ثم فترة الحرب اللبنانية تلكأت الدولة اللبنانية بالحفاظ على حدودها. كلكم بتتذكروا وقت دخل الجيش السوري الجيش اللبناني ما قاوم، واليوم سنة 2012 الجيش السوري كمان عم بيتعدى على حدودنا وعم بيقتل اللبنانيين وكمان ما حدا عم بيواجهه وكمان ما حدا عم بيرده. هيدي على صعيد تحمل الدولة مسؤولياتها تجاه سيادتها وتجاه استقلالها وتجاه المواطنين. أما السبب الآخر للحرب اللبنانية هو الصراع بين الطوائف اللبنانية. سنة 75 كان في جزء من المجتمع اللبناني معتبر حاله مهمش واستفاد من معادلة معينة فلسطينية موجودة على الأراضي اللبنانية كرمال يحاول يغير هذه المعادلة. سنة 75 كان في انعدام ثقة بين اللبنانيين وكان في حالة تشنج بين اللبنانيين. سنة 2012 هات حالة التشنج بين اللبنانيين بعدها موجودة لحديث اليوم، ما حدا عنده ثقة بحدا وكل واحد ناطر التاني على الكوع، كل واحد ناطر كرمال يشوف شو بده يصير تغيير بالمنطقة كرمال يستقوي بهيدا التغيير كرمال ينقض على الداخل، والبعض عم بيحاول يحافظ على معادلات معينة على صعيد المنطقة كرمال ينقض على اللبنانيين الآخرين. صرنا 20 سنة عايشين، أكثر من 20 سنة، صرنا 50 و60 سنة عايشين بدولاب. كل مرة بننطر مين بده يساعدنا تنستقوي على بعضنا البعض، بعد ما تعلمنا أنه الاستقواء على بعضنا إلا ما ينقلب علينا. لأنه يمكن اليوم البعض مستقوي علينا بس بكرة نحن نستقوي على غيرنا وهيدا وهكذا دوليك. حين الوقت نتعلم أنه بلبنان ما حدا ما حدا ما حدا في ينتصر على حدا. نحن ما بقي حدا ما مشي ضدنا. نص اللبنانيين ضيفوا عليهم الفلسطينيين ضيفوا عليهم السوريين تجمعوا كلهم على بعضهم تيوقفوا بوجه عين الرماني ومثلث الصمود وما هيدا وكله ما حدا قدر دخل. لازم نتعلم ما حدا في يلغي حدا، ما حدا في يلغي حدا، ولا السنة فيه يستقوي على الشيعي ولا الشيعي فيه يستقوي على السنة ولا السنة فيه يستقوي على المسيحي ولا الشيعي فيه يستقوي على الدرزي، لأنه نحن شعب متعدد وهيدا شعب متجذر وما حدا فيه يلغي حدا بلبنان. هل لازم نوقع بتجربة أخرى تنتعلم أنه ما حدا فيه يلغي حدا؟ هل المطلوب أنه ترجع تتكرر 13 نيسان 75 تنتعلم نحترم بعضنا ونعترف ببعضنا البعض؟ وقت
الاستكواء بالسلاح ما يكفي؟ منشوف مثل ما عم نشوف اليوم حرب ممنهجة استراتيجية لشراء أراضي بمنطقة عين الرمانة، شياح، فرن الشباك، الحدد. هيدي الحرب الجغرافية اللي عم تنخاض نحن ما عم نعتبرها بريئة، وعم بيكون خلي يكون الرسالة واضحة، نحن بنعتبر انه في خطة ممنهجة، في خطة ممنهجة، وهيدا الشراء منه شراء طبيعي، نحن بنعتبر انه هيدا شراء سياسي بناء على خطة سياسية من اجل الاستيطان بمناطق معينة وفرض معادلات جديدة بمناطق معينة. نتيجة هالخطأين يلي عم ترتكبون الدولة اللبنانية، الخطأ الأول هي الغياب التام عن مسؤولياتها تجاه حالها بالدفاع عن سيادتها وعن حدودها وعن أراضيها وعن شعبها، ومسؤولياتها كمان بجمع مجتمعها ونوقف هالتقاتل أو على الأقل هالتنافس الغير صحي بين كل اللبنانيين على السلطة. شغلة الدولة اللبنانية تعطي الحقوق لكل المجموعات المكونة للشعب اللبناني تما يضلن هالمجموعات بحالة تنافس دائم على السلطة، تما نضلنا كل الوقت ناطرين بعضنا على الكوع وعم نستقوي بالغريب علينا. نتيجة كل هالشي هيدا هالدولة يلي منا راكبة، يلي عم نحاول نركبها بالقوة من 30-40 سنة لهلأ ما عم تركب معنا، نتيجة والنتيجة الأكبر هي على المواطن اللبناني. أكيد الدولة مثل ما شفنا عجزة، يمكن الطوائف اللبنانية منا مرتاحة بين بعضها البعض، ولكن الأخطر من مشكلة الدولة ومشكلة الطوائف هو مشكلة المواطن اللبناني، لأنه هالمشاكل كلها أدت إلى شلل الدولة تجاه المواطن تبعها. أصبح المواطن اليوم هو عم بيدفع ثمن كل شيء، عايش بدولة منا راكبة، عايش بدولة ما بيحس حاله بينتمي لها بقى لأنه هالدولة ما بتهتم فيه. حسس المواطن اليوم كأنه في مافيا ماسكة مقدرات الدولة، وما ممكن هالمواطن يحصل على حقوقه من الدولة اللبنانية إلا ما يشحد أشحادة من كل القيمين على هيدي الدولة. أصبحت الدولة مثل هيك رح نسميها مثل هيك رح نسميها جزيرة أمنية معينة. هالجزيرة الأمنية بتتعاطى بفوقية مع المواطن، إذا المواطن بده كهرباء ما بيحصل على الكهرباء، إذا المواطن بده زفت ما بيحصل على الزفت، إذا المواطن بده شغل ما بيقدر يطلع له شغل، إذا المواطن بده يفوت على المستشفى بيوصل على باب المستشفى ما بينقبل بالمستشفى. وعدوا والحقوني فينا نعد ليست طويلة، ولكن كله هيدا بينحل إذا بتعرفوا حدا، إذا بتعرفوا النايب، إذا بتعرفوا الوزير، إذا بتعرفوا حدا موجود ببيروت وعنده هالمقدرات هاي كلها، كل مشاكلكم بتنحل. أصبحوا المواطنين اللبنانيين مش مواطنين، أصبحوا شحادين عند مجموعة معينة ماسكة مقدرات الدولة وعم تمنع المواطنين بأن يعيشوا حياة طبيعية. ايه اليوم منشوف مثلا مشاكل كبيرة بمنطقة عين الرمان الشياح، منعرف قديش عم بيصير فيه تشليح على الطرقات، قديش عم بيصير فيه سرقة، قديش عم بيصير فيه جرائم قتل، بس كله هيدا بسيطة. الكهرباء صارت دوبل، بدنا ندفع الكهرباء للدولة، بدنا ندفع الاشتراك، وأوقات وقت الاشتراك ما يشمل بدنا ندفع موتور، صرنا كمان بدنا ندفع تريب للكهرباء. البنزين مش رح نعد، صرنا بال40,000. طبابة بما أنه الضمان تبعنا فارط، لأنه الضمان فارط دين أصلاً، وقت واحد معه ضمان بيوصل على المستشفى بيقولوا ما فيش تخت للضمان لأنه فولوا عدد تخوتي يلي مخصصين للضمان بفوله، بالتالي بيوصل واحد معه ضمان على المستشفى ما بيقدر يفوت على المستشفى.
بالتالي ضمان او مش ضمان هي ذاتها صافي. شو عم يعمل واحد بيشتري اسيرانس غير الضمان كرمال تا يقدر يفوت على المستشفى حتى اذا ما في تخوتي للضمان؟